مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، في حلقة اليوم خصصناها لتسميد أهمية مادة البوتاسيوم بالنسبة لزراعات البطيخ والدلاح. فهذه الفلاحة عندها احتياجات عالية من البوتاسيوم ومتوسطة من الأزوت والفوسفور. وعلامات نقص البوتاسيوم كتبان من اللي كتبدأ الأوراق كتبدأ تحرق على الجناب وكتجمع، وكتولي النبتة معرضة بزاف للمرض والجفاف، ومن بعد كتبقى الفاكهة أو الغلة صغيرة والجلفة ديالها محبة وناقصة في الحلاوة. فبرنامج تسميد الساس ديالو هو التحاليل ديال التربة زيادة على تحاليل الأوراق باش نعرفو شنو خاصنا نجيبو ديال لاكري بلا زيادة ولا نقصان. وفي حال مدرناش التحاليل يمكن نعتمدو على الاحتياجات من لاكري اللي يمكن تضمن لينا تغذية متوازنة. ومعدل الاحتياجات ديال هكتار واحد كتراوح بين 200 إلى 300 وحدة من الأزوت، زائد 100 إلى 200 وحدة من الفوسفور، زائد 400 إلى 500 وحدة من البوتاسيوم، زائد 100 إلى 150 وحدة من الكالسيوم، و 40 إلى 60 وحدة من المغنيسيوم. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فلازم نقسموا هذه الاحتياجات على حساب مراحل نمو ديال الفلاحة والإمكانيات ديال السقي. وبطبيعة الحال كنصحوا بنظام السقي بالغوتا غوت اللي كيكون منظم، وكنتحكموا في الكمية ديال لانكري والماء والعدد والوقت ديال الاحتياجات. وقت الإنبات كنجيبوا 100 وحدات أزوت، زائد 80 وحدات فوسفور، زائد 80 وحدات بوتاسيوم. وقت النوارة وعقد الثمار كنجيبوا 80 وحدات أزوت، زائد 40 وحدات فوسفور، زائد 100 وحدات بوتاسيوم. وقت تكوين ونمو الفاكهة كنجيبوا 40 وحدة أزوت، زائد 20 وحدة فوسفور، زائد 120 وحدة بوتاسيوم. وقت النضج قبل الجني كنجيبوا 30 وحدة أزوت، زائد 10 وحدة فوسفور، زائد 100 وحدة بوتاسيوم. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فيمكن تتفقوا على أن الاستعمال ديال ماء ولانغري وبالأخص مادة البوتاسيوم لازم يكون بالعقل وبالمهل على حساب الظروف ديال الحرارة وطول الدورة ديال المحصول. وفي حالة تغذية متوازنة فالبوتاسيوم كيحسن من الإنتاج والجودة ديال الغلة، بحيث كيرفع من مستوى السكر ومن الكاليبر، وكيقاوم سوء ظروف الحرارة. وفي الأخير، أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فالتوازن في الاستعمال ديال مواد التغذية والسقي هو اللي كيضمن نجاح ديال استعمال البوتاسيوم على الدلاح والبطيخ، وكيرفع في الإنتاجية والجودة ديال الغلة. وبالنسبة للكالسيوم والمغنيسيوم يمكن نستعملوها بالرش ولا نعطيوها مع ماء السقي وبالرش إلا كانوا احتياجات كبيرة. وهنا لازم نراعيو الكميات الخاصة ونردو البال مع الموالمة والتخلاط ديال الأسمدة بيناتها. والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.